طبعا مع ان رمضان هو شهر الصيام، لكن الاهتمام بالاكل فيه بيكون فوق العاده، والناس بيبقى ليها طقوس كتير مرتبطه بالاكل، منها النزول وشراء مستلزمات الشهر من يميش وبلح وسلع استهلاكيه، وطبعا العطاره واللي اشهر اسواقها بيكون في العطارين بمصر القديمه. منذ مئات السنين تفوح رائحة العطارة القادمة من سوق العطارين، فتجذب المصريين الذين يرتبط عندهم شهر رمضان الكريم بالعطارة، ولذلك فزيارة العطارين خصوصاً بمنطقة مصر القديمة تعد طقساً وعادة عند المصريين في رمضان. بالنسبة للعطارة مفيش بيت في مصر كلها يقدر يستغنى عنها، وبالنسبة ليميش رمضان وعادات يميش رمضان احنا بالنسبة لنا في عادات متوارثة عن أجيال الأجيال، الكل بيستخدمها والكل لمدة ان هو بيجربها، بس بتختلف ما بين كل بيت والتاني حسب الكميات الأصناف الأنواع اللي الإنسان ده بيستخدمها، لكن في أصناف زي التمر هندي والسوبيا والعرقسوس والبلح أي بيت موجود في مصر لازم بيستخدمها في رمضان. أهم حاجة في مهنة العطارة الأمانة، الأمانة الأمانة، بس هي دي أساس العطارة، إن بتدي الحاجة بأمانة، لأن هي سنة الغش، يعني أي ممكن أي واحد يلعب فيها ويغش فيها. طب بس وكيف يعمل هو بعد ما يغش يعمل إيه؟ يزداد الإقبال على أسواق العطارة في رمضان، إلا أن العطارين يستقبلون الزبائن طوال العام، ففي الشتاء مثلاً يقبل المصريون على أسواق العطارة لشراء السحلب والقرفة والجنزبيل والأعشاب الطبية التي تقوي المناعة. حاجات جميلة كلها، حاجات صحية جداً للواحد، ما بنقدرش نستغنى عنها، كركديه، العرقسوس، الحاجات اللي هي طبيعية، مش لازم بقى ندخل في الحصارات وحاجات زي كده، الحاجات الطبيعية، التمر، البلح، جوز الهند والزبيب، حاجات كلها بسيطة يعني. كل أسبوع عند العطار نجيب العصاير، السوبيا والتمر وكل حاجة بقى. أهم حاجة عندي البلح طبعا وقمر الدين، دول أساسيين، يمكن أنا ممكن ما أحطش باقي لو خلص التين أو الكلام ده ما أحطوش، لكن الأساسي قمر الدين والبلح بس، الباقي بقى الفلفل الأسود والحاجات دي كلها طبعا دي أساسية هنا. تجارة العطارة مهنة تتوارثها الأجيال، وعلى الرغم من ظهور بدائل صناعية لها تظل أعشاب وبهارات وزيوت العطارين هي المحببة لدى المصريين. آية الأبنودي، MBC مصر.